اهلا بيك. ايه والله، هو جديد الفترة اللي جاية ألبومي بينا تحدي 13 أغنية إن شاء الله نازل قريب، اتعاونت فيه مع الأستاذ أمير طعيمة ومحمد محسن وروكا وأحمد غريب، وأنا كاتب حاجات برضو، والألبوم كله لحني ما عدا أغنية لحن شريف بدر، وفي التوزيع طبعا الأساتذة دوما وتميم وأحمد عبد السلام وإسلام زكي ومحمد شفيق وكريم أسامة، و ان شاء الله يعني شغل يعجب الناس باذن الله. وغير بقى لحن، اول مره ملحن مع تامر حسني في البومه الجديد، اغنيه كلمات محمد محسن والحاني وتوزيع توما، ده اجدد حاجه يعني للسراج. هينزل امتى بقى الالبوم؟ برده الاغنيه نزلت امتى؟ الاغنيه نازله في البوم تامر، ما اعرفش امتى بالظبط. البومي ان شاء الله على بدايه السنه باذن الله. هصور ثلاث اغاني شفتها وبيننا تحدي، واغنيه ثالثه مش عارف اقول اسمها عشان اسمها نفسه هيبقى انا حرقتها. هتصور بره مصر مش هنا. والله بصي، انا اشتغلت مذيع تلفزيون ومذيع راديو الحمد لله، وممثل وملحن، بس الحاجه اللي انا مبسوط بيها قوي يعني بصراحه هي الراديو. بصراحه يعني مذيع راديو بالنسبه لي هو سراج بيطلع، فببقى براحتي جدا على الهوا، والجمهور عسل جدا ولذيذ جدا، وما بعدش حاجات تاني بقى في البرامج التلفزيون، وبسجل وميك اب والشعر واللبس والتفاصيل دي. لا انا مبسوط قوي بالراديو. يعني الاغنيه عن الام انا ورانا، كلمات راؤول ولحني وتوزيع محمد شفيق، وهي اغنيه مجنونه، وان شاء الله السنه دي تنزل. حمنا على فكره بقى لنا سنتين عاملين الاغنيه دي، بس كنا عايزين ننزلها نازله صح يعني، فان شاء الله تبقى في عيد ام اللي جاي باذن الله. لا مش مظبوط، انا مش داخل لسه اي حاجه دلوقتي في التمثيل، بس هي مسهل ان شاء الله باذن الله بقى في رمضان اللي جاي. بس في ايه لسه مش عارف، ده موضوع بقى عايز له قعده. فكره الزمن غير الزمن، تمام؟ حتى دلوقتي بقت في ناس كتير ما بتنزلش، تلاقي الالبوم نزل على النت وما بقاش بينزل سي دي، خلاص بقينا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، ونجوم كبار على فكره يعني. فهي دي التكنولوجيا، الموضوع ما هوش موضوع قرصنه، على قد ما هي دي بقت الخدمات اللي في العالم كله يعني. ممكن في الاول كانت تبقى قرصنه ولا خالص. اي نعم، احنا كجيل جديد يعني محظوظ ومش محظوظ، يعني محظوظين ان السوشيال ميديا موجوده بتراك واحد ممكن توصل، تمام، وفي نفس الوقت مش محظوظ لان بسبب القصه دي المنتجين ما بقوش بينتجوا، فاهماني اقصد ايه؟ لكن زمان لا، كان المنتج يعني بيبقى معاه مشروع انا عارف همشي بيه ازاي، المطرب اللي معايا ده انا هطلع منه بايه؟ فهقدمه بشكل عامل ازاي؟ فيركز. دلوقتي المنتجين الحاجات اللي بتحصل دي مع اختلاف الاذواق اللي بتحصل حتى في المزيكا نفسها، فزي ما تقولي قفل الموزعين شويه، حتى الموزعين الاسماء الكبيره انا بقعد اقول هم الاسماء الكبيره اللي عاملهم ليه؟ فمع الوقت فهمت ان هو النفسيه مش اللي هو احنا هنعمل ايه في وسط ايه؟ الذوق نفسه بالنسبه لهم متغير شويه. امير يعني ما كانش ينفع اول البوم ليا يعدي كده من غير استاذ واخ وفنان زي الاستاذ امير طعيمه، ومبسوط جدا جدا بالاغنيه، وهي الاغنيه الهيت في الالبوم، وان شاء الله تعجب الناس يعني. اسمعي الاغنيه اسمعي اللي جرالي منك بس يعني.